صبايا يسعد اوقاتكم. انا اليوم بدي اعمل جنحان، هلا بدي اعمل التتبيله تبعت الجنحان وراح تشوفوا شو كيف بدي اعملها. بدنا نحط زيت بلدي حوالي نص كوب خل التفاح. عندي معجون الافوكادو، احطي ملعقة فنجان، صبي ملعقة فنجان تقريبا، وعندي ملعقة زنجبيل صغيرة. عندي بهارات اللي في الصحن، هذول فلفل، كركم، بابريكا، ملح فوقيهن، عندي صويا صوص، شايفين؟ كمان بس خلطة هيها، شايفين؟ أنا عندي من مية الزيتون بدي كاسة صغيرة، شايفين؟ بدي أحرك بدي أدير الخلطة على الأجنحة، وبدنا نقلب الخليط كلياته، شايفين؟ كله بدنا نقلبه حتى يتجانس كل الأجنحة مع نفس الخليط. شايفين؟ لما كله جانس مع الدجاج. صبايا هيني درتهم في الصينية، بدي اوازنهم كلياتهم هلا وعلى الفرن مباشرة، شايفين؟ حط عليها قصدير وعلى الفرن لمدة ساعة لساعة ونص بس، لانه الجنحان على السريع بيستوي.